السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسن البعيدين. اليوم عندنا تصميم شاصي وجبينات وتواير لسيارة الباجة أو السيارة البرية اللي تستخدم في الراليات وغيرها. هاي التصميم المبسط للشاصي. طبعا صممنا التواير الأبر أند لور سسبنشن الجبينات الشاصي التاير هولدر وأيضا هذه القطعة صممناها والجبينات أيضا بالتأكيد، وسوينا لهم أسمبلي كلهم مع بعض. في النهاية طلع معنا بهالشكل. طبعا الجبينات كلها شغالة ولوناها وزيناها عشان نعرف وين الجبينات بالضبط.